زراعة الفلفل والبدنجان. النهاردة ان شاء الله احنا بنزرع فلفل وبدنجان. احنا عملنا الخطوط بتاعتنا اهيت، كنا مجهزين على اساس ان احنا زراعة نزل عليها المطرة اللي هي كانت يوم الخميس والجمعة الشديدة، فمش هنقدر ان احنا نسيبها تنشف لان الحشائش بدأت تطلع فيها. فجبنا شتلة فلفل وشتلة بدنجان وبنزرعها. بس شوية عبد الله، بس شوية عبد الله، هننزل على مسافة الريشة الإبلية. الزراعة بتتم على الريشة الإبلية ومسافات الزراعة من 25-30 سم، لأن ده فلفل بلدي وشطة بلدي، ما هياش من هوجن عالية الإنتاج عشان أنا أوسع في الزراعة بتاعتي. وبزرع طبعا في مية، في وجود المية عشان الجذور بتاعتنا أقدر إن أنا أدخلها في التربة واسندها بجزء من الطين. استنى عبد الله خلي المايه تيجي بقى، ان المايه في... هات الخط الاول من هناك. واه يا عبد الله انت طالع جاي هنا ليه يا عبد الله؟ اطلع يا ابو فوق، اطلع فوق اهو. اوعى عشان ما تجيش عليك يا حبيبي، احنا بنصور عشان تشوف على التصوير، عشان تيجي على الكمبيوتر. اه تيجي على النت. استنى بقى اما المايه تنزل عشان تعرف تزرعها. يلا هاتوا بقى من اول الخط. قلت لابوك، قلت له يا له بنزرع في الريشة الإبلية. وبنزرع على مسافة 25-30 سم في ريشة واحدة. بنصور يا ريس. اللي جاي مديني إذن على طول يا ريس. اللي جاي بالشتلة هو. ابيض اسود. بدنجان ابيض؟ ابيض اسود. ده فلان ليه كده يا ريس؟ هو كده بقى بنرش رشه بقى، عشان شكله كده عايز ترش. خلصت الفلفل اللي معاك؟ معايا بصي. يكفي الحته كلها؟ البدنجان ده مديته ايه؟ هناك بقى. ما هو قدام المقر هناك ما ينفعش. بنزرعنا اهو. ما ينفعش قدام المقر. نزرعه في الحته دي اهي. ما هنزرعه فين؟ هنا كوسه. طب بس ازرع ازرع يلا. يلا بصحى ده كده.